لإشارة بأننا كنا في العهد السيد حافظ الله يرحمه اللي كان رئيس الجماعة، كان اللي كان فرض هذا القرار ديال الأداء الجبايات، كنا حنايا كنا الجاجية وكنا عفونا بمحضر. الآن راه كاين محضر تما في الجامع، المهم هذا المحضر ملي مشينا عليهم قلنا لهم هذه الهضرة، قال لك لا، قلنا لهم راه عندكم في الأرشيف يجبدوه، لأنه معفيين حنا من الأداء. شكرا.